مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبابي طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية لغة القرآن الكريم. عنوان درسنا الأفعال المتصرفة والأفعال الجامدة. أحبابي الطلاب، الفعل صلى، ما هو المضارع من الفعل صلى؟ المضارع منه يصلي. وما الأمر من الفعل صلى؟ الفعل الأمر منه هو صلي. إذن هذا الفعل صلى نستطيع أن نصرفه في المضارع ونصرفه في الأمر. الفعل عسى، ما هو الفعل المضارع منه؟ هل نستطيع أن نقول يعسى؟ وما هو الفعل الأمر منه؟ هل نستطيع أن نقول اعسى؟ الإجابة لا، هذا الفعل لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر. هذا النوع من الأفعال يسمى الأفعال المتصرفة، أما هذا النوع فيسمى الأفعال الجامدة. هذا إن شاء الله سيكون درسنا اليوم، فهيا بنا. أهداف الدرس: الهدف الأول أن يتعرف الطالب الأفعال الجامدة. الهدف الثاني أن يحدد الطالب الفعل الجامد في الجمل تحديدا دقيقا. الهدف الثالث أن يفرق الطالب بين الأفعال الجامدة والمشتقة. تعالوا بنا لنبدأ بالهدف الأول، أن يتعرف الطالب الأفعال الجامدة. ما هي الأفعال الجامدة؟ الفعل الجامد هو الفعل الذي يلزم صورة واحدة، هو الفعل الذي يلزم صورة واحدة. ما هي الأفعال الجامدة؟ الأفعال الجامدة في اللغة العربية هي ستة أفعال، وهي نعمة، بئس، عسى، ليس، خلا، عدا. مرة أخرى، نعمة، بئس، عسى، ليس، خلا، عدا. ستة أفعال في اللغة العربية تسمى أفعال جامدة. ولماذا سميت بالأفعال الجامدة؟ سميت بالأفعال الجامدة لأننا لا نستطيع أن تتغير صورتها عن الصورة التي هي عليها. فمثلا الفعل عسى هو فعل جامد أتى على صورة الماضي، هو فعل جامد أتى على صورة الماضي، فلا نستطيع أن نأتي منه مثلا بالمضارع فنقول يعسى، ولا نستطيع أن نأتي منه مثلا بالأمر فنقول اعسى. هذا خطأ، يعسى خطأ، واعسى خطأ. فلا نأتي منه بالمضارع ولا نأتي منه أيضا بالأمر. كذلك بقية الأفعال تلزم صورة واحدة، أي إما أن تلزم الماضي أو المضارع أو الأمر. هذا المقصود بالأفعال الجامدة. سؤال: هل يمكن تصريف الأفعال عسى، نعمة، ليس؟ الإجابة لا، لا يمكن تصريفها لأنها أفعال جامدة. والمقصود بالتصريف أي هل يمكن أن نأتي منها أو أن نغير صورتها إلى الماضي أو المضارع أو الأمر؟ الإجابة لا. الهدف الثاني أن يحدد الطالب الفعل الجامد في الجمل تحديدا دقيقا. هيا بنا أعزائي الطلاب لنحدد الفعل الجامد في الجمل التالية. قال تعالى: عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. في الآية الثانية قال تعالى: نعم العبد إنه أواب. قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ليس الرياء أمرا محمودا.
أين الأفعال الجامدة في هذه الجمل؟ نعم، الأفعال الجامدة هي الملونة باللون الأحمر: عسى، نعمة، بئس، ليس. هذه الأفعال تسمى فعل أفعال جامدة. الهدف الثالث: أن يفرق الطالب بين الأفعال الجامدة والمشتقة. اقرأ الفقرة الآتية: أرسل أب إلى ابنه رسالة يقول فيها: أي بني، لا تنزعج من كثرة سؤالي عنك ونصحي لك، فسيأتي اليوم الذي ترى فيه ثمرة ذلك النصح، لأني بلغت من العمر ما بلغت، وعرفت من الناس ما عرفت، فلا تغترن بالحياة، فنحن نبدأ فيها مغمورين، ثم نمسي مقبورين، وبعد ذلك إما أن نكون مسرورين أو أن نكون مقهورين، فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه الفقرة التي هي رسالة من أب إلى ابنه. وهنا أسأل سؤالا: ما القيمة التي نتعلمها من هذه الفقرة؟ نعم، القيمة التي نتعلمها هي الاستفادة من خبرات الآباء، الاستفادة من خبرات الآباء. فهنا الأب ينصح ابنه ويسدي إليه خبراته في الحياة. هذه الفقرة حوت أربع أفعال الملونة باللون الأخضر. هذا الفعل الأول أرسله، الفعل بلغت، عرفت، اعمل. هذه الأفعال سنتعرف عليها: أرسل، بلغت، عرفت، اعمل. الآن نريد أعزائي الطلاب أحبابي أن نأتي من هذه الأفعال بصيغة الماضي والمضارع والأمر. الفعل الأول أرسل، الماضي منه أرسل، أحسنتم. المضارع يرسل، الأمر أرسل. الفعل الثاني بلغت، الماضي منه بلغ، والمضارع يبلغ، أحسنتم، بارك الله فيكم. الأمر أبلغ، أحسنتم. عرفت، ما الفعل الماضي منه؟ فكروا، أوقف الفيديو وأجب عن السؤال ثم أعد تشغيل الفيديو مرة أخرى. عرفت، الفعل الماضي منه عرف، والمضارع يعرف، والأمر اعرف. الفعل اعمل، الماضي منه عمل، والمضارع يعمل، والأمر اعمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. لاحظوا معي أحبابي الطلاب، هذه الأفعال أرسل، بلغت، عرفت، اعمل، هذه الأفعال استطعنا أن نأتي منها بالماضي والمضارع والأمر، أليس كذلك؟ بلى، أتينا منها بالصيغ الزمانية الثلاث للأفعال: ماضي ومضارع وأمر. إذن هذه الأفعال تسمى متصرفة، أي استطعنا أن نأتي منها بالماضي والمضارع والأمر في هذه الأفعال. إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على الأفعال الجامدة والتي هي نعمة وبئس وليس وعسى وخلا وعدا، هذه الأفعال لا نستطيع أن نصرفها هذا التصريف، أي لا نستطيع أن نأتي منها بالثلاث صيغ: الماضي والمضارع والأمر. أمثلة أخرى: قال تعالى: نعم العبد إنه أواب. أين الفعل الجامد هنا؟ نعم، كلمة نعمة. قال النابغة الذبياني: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. أين الفعل الجامد؟ نعم، كلمة ليس. قال هدبة العذري: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى، نعم، هي الفعل الجامد. تعالوا الآن لنستنتج القاعدة. ينقسم الفعل إلى فعل متصرف وفعل جامد. أولا، الفعل المتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحدة، فيأتي منه الماضي والمضارع والأمر، نحو فهم، حلل، دحرج، وانتصر، واستولى، ويسمى تام التصرف. هذا الفعل يسمى تام التصرف. ثانيا، الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة لا تتغير، هو الذي يلزم صورة واحدة لا تتغير، مثل
ليس عسى نعمة بئس خلا عدا. هذه الأفعال أحباب الطلاب لابد أن تحفظ. احفظ هذه الستة أفعال. احفظ هذه الستة. هذه الأفعال لابد أن تحفظ لأنها يعني إذا حفظت هذه الأفعال أصبح الدرس عليك سهلا جدا إن شاء الله. تعالوا الآن لنجيب عن هذه اللعبة، هي لعبة التصنيف. الآن أعزائي الطلاب نريد أن نصنف هذه الأفعال الموجودة أمامكم إلى مجموعتين، هنا نضع الأفعال الجامدة وهنا نضع الأفعال المتصرفة. الأمر سهل جدا. هيا أعزائي الطلاب الآن سنبدأ بوضع الأفعال الجامدة التي نحفظها الستة، ثم سنضع الأفعال البقية هنا في هذا المكان. هيا بنا أعزائي الطلاب، هيا بنا. الفعل الأول ليس، الفعل الثاني فلا، الفعل الثالث بئس، نعم ماذا أيضا؟ الفعل عدا، ماذا أيضا؟ الفعل عسى، أيضا الفعل نعمة. أحسنتم أعزائي الطلاب. إذن هذه الأفعال الباقية هي الأفعال المتصرفة، نضعها هنا هذه الغابة. هذه الكلمات مكتوبة على ورق الأشجار بطريقة جميلة. نرسل الإجابات. الإجابات كلها صحيحة. نصل إلى نهاية الدرس ومرحلة الغلق. هيا بنا لنجيب أيضا عن هذه اللعبة. قول مرحبا يا أصدقائي، بلغنا أن هناك حريق هائل في هذا المبنى، سأحضر سيارة الإطفاء لنخمد الحريق، وأنتم عليكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة. الحريق هنا في هذا المبنى، كلما نجيب عن سؤال إجابة صحيحة سنساعد هذا العامل في إطفاء هذا الحريق. هيا بنا لنبدأ. هيا بنا. من الأفعال الجامدة لعب، نعمة، قرأ، اجتمع. الإجابة نعم. الأفعال الجامدة ليس، يتفهم، انتبه، تعلم. نعم الفعل ها، الفعل ليس جامدا. ما الجملة التي تحوي فعلا جامدا؟ عسى الحق ينتصر، الإسلام دين الفطرة، محمد يدرس بجد، يصدق المسلم في قوله وفعله. نعم الجملة الأولى عسى الحق ينتصر. ما عدا ها، اختاروا. كل هذه الأفعال أفعال جامدة ما عدا فعلا واحدا، هو فعل جامد، هو فعل متصرف. ليس عدا صلى نعمة. ما عدا حج، خلا، صام، صدق، سندل. ليس جامدا ولا متصرفا، متصرف جامد ها، جامد. تم السيطرة على الحريق. وإلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.